اللي اتقال والتحليلات والتشكيكات واصل هم سودانيين اصل هم مش سودانيين اصل هم مصريين، كل الكلام ده ليه؟ الكلام ده لازم يتقال لك ان الدولة قوية وان مفيش حد في الدولة يجرؤ ينتقد السيسي الفاشل العميل. راجل التافه ده برغم ان فشله في كل البيوت ما ينفعش تنتقده، واذا حد انتقده ما يبقاش مصري، واذا مصري هنجيبه ونقبض عليه. وده الخبر اللي طلع من شوية على في بيان لوزارة الداخلية، قالت لك جابت لك صورة لشاب عاملين عليها بلور مموهين الصورة زي ما حضرتك شايف كده، وقال لك ان الداخلية اعلنت القبض على فني شاشات بسبب وقعة فيصل، وهو يا عيني اللي في الصورة دي، وهو ده كبش الفدا للسيد الزعيم، وده اللي هيخوفه بيه المربوط علشان يخاف السايب. الولد ده أغلب الظن ما عملش حاجة وملوش علاقة، بس النظام لازم يكون عنده دايما واحد جاهز، حد جاهز يشيل الشيلة ويتحاسب. مش علشان هو يتحاسب، مش ده الهدف. الهدف ان هو يرهب الباقيين ويقول لهم ان اي حد هيعمل اي حاجة وقعته سودة، وقعته سودة وطناطين زي ما بيقولوا في المثل. الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية قالت ايه؟ في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات العبارات المسيئة التي تم تداولها على إحدى شاشات الإعلانات بمنطقة فيصل بالجيزة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة فني شاشات إلكترونية، واعترف بارتكاب الواقعة بتحريض من اللجان الإلكترونية اللي بتديرها عناصر جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية الهاربة، كلام الإيه اللي إحنا معتدين عليه. طيب، كلمة لحضراتكم علشان تبقوا فاهمين اللي بيحصل. عايز تشوف مدى ضعف وهشاشة وخوف النظام ده من حضرتك، شوف ازاي 3-4 صور اتعرضوا على شاشة مش كبيرة قوي في شارع فيصل اول امبارح، شوف ازاي عملت له ربكة. طلع الاعلاميين والسوشيالجية والهاجع والناجع والنايم على صرصور ودنه، طلعهم كلهم واستنفرهم علشان يقولوا لك لا كله تمام والدنيا زي الفل، واللي عملوا كده الإخوان المسلمين، وعشان كده هنقول لكم الإخوان وحشين وإرهابيين وحننشر لكم ده على شاشات مصر كلها. شفت هيافة وتفاهة وضعف أكتر من كده؟ طب شفت خوف أكتر من كده؟ طب شفت نظام مهزوز وتافه وأي حاجة بتحركه وتأثر فيه وتهزه؟ شفت نظام بالهيافة دي؟ أي حاجة بتحركه بتهزه ويخلي الناس تستنفر، وقوم يا جدع والحق ياض يا عوضين، ابوك عبد الفتاح السيسي شتموه يد وطلعوه على المسرح، ايه تعالى بقى لما ايه نجيب حق ابوك، ايه ابوك عبد الفتاح السيسي، وانزل يا جدع على الهري والترعه وهات البجره من المصرف واطلع وهات الشاشات كلها واكتب الاخوان ارهابيه. كلام فاضي، راجل تافه. وطبعا اللهجه دي مش تقليلا من اخواتنا واهلنا الفلاحين، لا على راسي، الفلاحين دول اهل الطيبه والكرم والجدعان، بس السيسي ما ينفعش يبقى منهم، ما ينفعش يبقى فلاح، لان لا في طيبه ولا شهامه ولا جدعنه ولا ليه في الحاجات دي كلها. شفت البلد رايحه فين؟ البلد هزها كام صوره على شاشه في شارع فيصل، شارع من ملايين الشوارع اللي في مصر. النظام التافه العميل، النظام اللي على راسه عبد الفتاح السيسي، استنفر البلد كلها، اعلاميين وسوشيال ميديا وشاشات اعلانات وكل حاجة في البلد، تطلع عشان تقول لك الاخوان ارهابيين؟ طالما انتوا بتفضحوني فمش انتوا يا مصريين اللي بتفضحوني، ده الاخوان الارهابيين هم اللي بيفضحوني. عموما كانوا الاخوان اللي فضحوك ولا كان حد تاني، فانت كده مفضوح مفضوح، وانا اؤكد لك ان اغلب المصريين شايفينك كده تافه، شايفينك زي ما كتبوا لك حرامي، شايفينك عميل، شايفينك بتعمل مصالح نتنياهو بقى ولا بن زايد ولا قبل مصالح المصريين، شايفين ان انت عميل وخاين للبلد دي، مش اكتر من كده.